بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نكمل الكلام على قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد توقفنا في الحلقة السابقة عند قوله من استطاع إليه سبيلا، وقوله تعالى ولله على الناس أي يجب لله على الناس جميعا أن يحجوا هذا البيت، لكن بشرط الاستطاعة، استطاعة السبيل. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معنى الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة، فمن قدر على الزاد والراحلة فإنه يجب عليه الحج على الفور مرة واحدة في العمر، وهذا ركن من أركان الإسلام. والزاد المراد به ما يكفيه ذهابا وإيابا، ويكفي من يمونه إلى أن يرجع إليهم بعد سداد الديون وبعد النفقات الواجبة، فما زاد عن ذلك فإنه يحج به إلى بيت الله العتيق. أما من لا يستطيع الزاد، ليس عنده نفقة زائدة عن ضرورياته، فإنه لا يجب عليه حج، وهو يعتبر غير مستطيع. وكذلك الراحلة، لما كان الحج يؤتى إليه من مسافات بعيدة فإنه يحتاج إلى ناقل مما ينقله إلى هذا البيت، وذلك هو المركوب المناسب في كل زمان بحسبه. فتارة يكون المركوب من الدواب، وتارة يكون المركوب من الآليات ومراكب السفر المعروفة الآن من السيارات والبواخر والطائرات، المراكب الصناعية، وكل وقت بحسبه. فمن قدر على الركوب الذي يوصله إلى هذا البيت فإنه يجب عليه الحج مع وجود الزاد الذي يبلغه، فهذا وجب عليه الحج. فإن استطاع مباشرة الحج بنفسه فإنه يجب عليه أن يحج ويباشر الحج بنفسه. ومن لم يستطع لمرض، فإن كان هذا المرض يرجى برؤه فإنه ينتظر إلى أن يزول ثم يحج، وإن كان هذا المرض لا يرجى برؤه فإنه ينيب من يحج عنه، بدليل حديث الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن أباه أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة أو الثبوت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، حج عن أبيك واعتمر. فإن مات ولم يحج وكان عنده المقدرة التي تبلغه إلى الحج وهي الزاد والراحلة، فإنه يؤخذ من تركته ما يكفي لمن ينوب عنه، فينوب عنه نائب ويحج عنه، بشرط أن يكون ذلك النائب قد حج عن نفسه حجة الإسلام. لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن أمها ماتت ولم تحج، فقال حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين، أو أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟
قالت نعم، قال فالله أحق بالوفاء. فإذا لا بد من حج هذا البيت لمن استطاع السبيل، وأنه ركن من أركان الإسلام، وأن من لم يقدر على الحج بنفسه فإنه ينيب من يحج عنه. وقوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذا يدل على أن من ترك الحج وهو يقدر عليه أنه يكون كافرا، وهذا فيه تفصيل. إن كان جاحدا لوجوب الحج فلا شك أنه كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة، لأنه جحد ركنا من أركان الإسلام. وفي هذا رد على اليهود والنصارى الذين يدعون أنهم مسلمون وأنهم مؤمنون ويجحدون وجوب الحج إلى بيت الله الحرام ولا يقرون به، فهذا دليل واضح على كفرهم بالله عز وجل وكذبهم في دعواهم الإيمان. أما إن كان الذي ترك الحج يعترف بوجوبه ويقر بأنه ركن من أركان الإسلام ولكنه تركه تكاسلاً، فهذا لا يكفر على الصحيح، ولكن يعتبر تاركاً لواجب عظيم يلزم به، يلزم بأدائه، ويكون كفره كفراً أصغر لا يخرج من الملة. أما إن كان يجحد وجوب الحج فإنه كما سبق يكون كافراً الكفر الأكبر. ومن العلماء من يرى أنه يكفر مطلقاً حتى ولو كان يعترف بوجوبه إذا لم يقم به لظاهر الآية الكريمة، ولهذا كتب عمر إلى عماله من رأيتم عنده مقدرة على الحج فلم يحج فخذوا منهم الجزية ما هم بمؤمنين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وأيضا جاء في الأثر من قدر على الحج فلم يحج فليمت إن شاء الله يهوديا وإن شاء نصرانيا، فدل على أن الأمر خطير والأمر عظيم، وأن من وجب عليه الحج واستطاعه فإنه يجب عليه المبادرة بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبادرة بالحج وقال إن الإنسان لا يدري ما يعرض له. فالحج إلى بيت الله العظيم، إلى بيت الله الكريم، عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام، وبعد الركن يكون من أفضل التطوعات. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.